احنا مستمرين دايما في دعم المشروعات الصغيرة، ومستمرين في فكرة ان احنا نمول هذه المشروعات. ناس كتير بتكلمني بتقول لي احنا عايزين مشروعات يا جماعة، اهلا بيكم في اي وقت بعتولنا المشروعات بتاعتكم، وفي خطوط ارقام تليفونات موجودة قدام حضراتكم ممكن تتواصلوا معنا عليها، ونقدر نتكلم معاكم ونقدر نشوف جدية المشروعات دي ايه. ومعنا شركاء للنجاح في هذا الموضوع، معنا جمعية صناع الحياة، معنا جمعية الأرمان، معنا جمعية واحد من الناس، كل دول بيساهموا معنا في تمويل مشروعات. النهاردة معنا محمد جمال صميدة. محمد عنده 24 سنة، كان شغال عامل وبيصرف على والده اللي على المعاش، والدته واخواته الصغيرين، وشايل البيت بكل لوازمه زي ما كتب لنا. من حوالي سنة ونص جاله مرض الكلى، وبقى بيغسل الكلى ومش بيقدر يشتغل. الحمد لله البرنامج بالتعاون مع جمعية الأرمان قدرنا نعمل لمحمد كشك مرخص بالبضاعة بتاعته علشان يقدر يشتغل ويصرف على أهله. شوف التقرير. بعاني من مرض فشل كلوي، والوقت انا ما بشتغلش بجد، ان انا عامل عمليه في دراع وركب جهاز غسيل، وعندي اخوات وبصرف عليهم، والظروف يعني وحشه خالص، وبصرف مصروف لحد المستشفى برضو كتير عليها جدا. والدي برضو كبير في السن، والدتي كبيره في السن برضو، ما عنديش حد بيشتغل الا كنت انا. وجاني بقى المرض ده، كنت بسافر وبتاع، بس لما جاني المرض بقى قعدت في البيت وما بشتغلش، ودنت قاعد على طول وما مش اي حاجه. اتصلت ببرنامج واحد من الناس وقال لي انا هحولك لجمعيه الارمان تساعدك، اللي اتصلت بيها حولتني، عملت لي كشك وبضاعته وكل حاجه فيه يعني. كنت مش متوقع ان الموضوع ده هيحصل، لما جاني الكشك بقى جابوا لي بضاعته وكل حاجه يعني، وقفلوه لي. ان شاء الله يعني ممكن تتحسن ان شاء الله، واصرف على اخواتي واصرف على اهلي واصرف على بيتي يعني، وربنا يجازيك خير ان شاء الله. النهارده بنحتفل جمعية الأرمان مع برنامج واحد من الناس بتسليم كشك الخير الحالة جمال صميدة محمد، اللي كان محول لنا من برنامج واحد من الناس. الفور عملنا بحث ميداني للحالة، اتضح ان الراجل مريض في مرض فشل كلوي، بيغسل 6 مرات كل في الاسبوع، ما عندوش مصدر رزق او اي دخل خالص يعيش منه، ولا حتى يقدر يتعالج منه. فالحمد لله رب العالمين، فضل من ربنا سبحانه وتعالى، وقدرنا ان احنا نسلمه الكشك النهارده، كشك الخير بالبضاعة بتاعته. وبنشكر برنامج واحد من الناس على اهتمامه بالناس، الحالات الصعبة اللي زي كده.